مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. إيديتك ماجري أو صور الذاكرة الحية هو مرض نفسي يشكل فيه المريض نوع من الصور الذهنية بداخل عقله، وليس بالضرورة أن تكون هذه الصور مستمدة من حدث خارجي فعلي أو من الذاكرة. تم تحديد هذا المرض في أوائل القرن العشرين كظاهرة متميزة من قبل علماء النفس. تم تحديد إيديتك ماجري في الطب النفسي باعتباره رؤية كمصدر للفكر والشعور الجديد كصورة مادية في العقل، والتي يمكن للشخص أن يقوم بمسحها ضوئيا أثناء مسحه لحدث حالي حقيقي في بيئته، وكحافز قوي ومهم للغاية ينشأ من داخل العقل ويرميه في سلسلة من مؤثرات الصور الواضحة ذاتيا. في سياق أكثر عمومية، يمكن تعريف إيديتك إيماجري على أنه صورة بصرية ذاتية طبيعية ذات خبرة واضحة سواء أثارها كائن خارجي حقيقي أم لا. صورة إيديتك إيماجري لا تعتمد على أي تجربة أو حالة أو حدث سابق. يتم رؤية صورة إيديتك إيماجري داخل العقل أو رؤيتها حرفيا من الخارج. صاغ عالم النفس الأمريكي جوردون ويلارد تعريفا مشابها، وأكد على الهيكل الصحي للمعرف بقوله: يجب أن يفهم التعريف على أنه يستبعد كل من الهلوسات المرضية وصور الأحلام، والاعتراف بتلك الصور عفوية للخيال والتي تكون ذات طابع إدراكي. في الاستخدامات الأكثر حداثة لهذا المصطلح، تم وصف صور الذاكرة الحية على أنها صور إيضاحية بشكل استثنائي تحدث مباشرة بعد التصور. يمتلك أقلية من الناس المصابين بالإيديتك إيماجري القدرة على رؤية صور حية تمثل محفزا تم مسحه ضوئيا مسبقا، وتستمر هذه الصور لمدة تصل إلى عدة دقائق، وموقعها يكون ظاهرا أمام العينين.